السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو ده في ضمن سلسلة فيديوهات خاصة بالتعريف بمفاتيح الوظائف السريعة أو شورت كات كيز اللي احنا بنلجأ لاستخدامها لو كان في مشكلة في الماوس أو لو كان عندي كمية كبيرة من البيانات بتعامل معاها. فتوفيرا للوقت والمجهود بستخدم الشورت كات كيز المتقدمة اللي هي بتكون أكثر من مفتاحين كنترول وشيفت مع مفتاح آخر. النهاردة هنعرض أربع مفاتيح F و L و O و P. لو أنا واقف على أي خلية ودوست على كنترول شيفت F بيفتح لي النافذة اللي شايفينها وفيها أقدر أتحكم على الفورمات بتاع السيلز من ناحية الفونت، نوع الفونت من ناحية الفونت ستايل اللي كان ريجولار وميتاليك، الفونت سايز اتغير في الأرقام بتاعه، ممكن كمان أتحكم في الألاينمنت هل هي هوريزونتال أو بوتوم فيرتيكال أو هوريزونتال، أشوف إزاي في تكتراب أو شرينك أو ميرج سيلز، التكست أورينتيشن لو كان رأسي أو كان أفقي، ممكن أتحكم في البوردر أيضا خاص بخلايا وخلافه. الحقيقة عشان استخدم الكنترول والشيفت والال ده بيعمل لي فلتر للتيبل، بمعنى ان هو بيحول الرينج العادي بيحوله الى ايه، الى تيبل، وممكن ان انا اعمل له نوع من الفلتر. بمعنى ايه؟ خلينا نجرب. انا هنا واقف في رينج، الرينج يعني ما فيش دروب داون منيو بتظهر من الهيدنج بتاعته، زي ما انتم شايفين هي خلية خلية وانا واقف عندها ما بيظهر ليش اي حاجه خاصه بتعديل تيبل. ازاي ممكن احول الخليه دي الى تيبل؟ لو انا دوست على كنترول ال هو قال لي ايه، كرييت تيبل، واختار المدى وقلت له اوكي. فشوفوا ايه اللي حصل بعد ما حولتها لتيبل. جه قائمه الديزاين او التاب بتاع الديزاين وفي كل الحاجات دي ممكن انا اتحكم فيها في شكل التيبل وفي مكونات، وممكن احوله مره تانية الى ايه، الى رينج لو انا ضغطت عليه. خدوا بالكم هنا من التيبل في عندي سهم صغير على اليمين ده بيبين لي الدروب داون منيو، بيبين لي كل العناصر اللي في العمود اللي انا واقف عليه. ممكن لو عملت انت شيك لاي منها هيبتدي ايه، يلغيه من الجدول الاصلي زي ما انتم شايفين كده بقى معروض هنا. فدي اسمها فلتر، وهنا بيظهر لي زي قمع صغير، معنى كده ان انا عملت فلتر للديتا. فرجعها ازاي؟ بدوس عليها تاني واقول له سيلكت اول، فيجيب لي ايه؟ كل البيانات اللي انا شلتها من الجدول ده. فده بعرفه ان هو تيبل عن طريق ايه؟ الدروب داون منيو اللي هي في السهم ده. طبعا ده مش تيبل لان ده رينج ما فيهوش الموضوع ده، اللي هو الجنب اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. طب لو دوست على كنترول شيفت وال ايه اللي هيحصل؟ خلينا نجرب كده. دوس على كنترول شيفت ال، فهنا راح عمل لي ايه، حول لي على طول الرينج العادي الى زي ما انتم شايفين، جاب لي اسهم هنا وقال لي دي خلاص بقت ممكن تتعامل معاها زي التيبل، وممكن انك تشيل وتحط منها، ممكن تلغي حاجه تحط حاجه زي ما انتم شايفين كده. فانا لغيت، فلغى على طول هنا ايه الحاجه اللي انا شلتها وعمل فلتر ليها. لو عايز ارجعه تاني بقول له سيلكت اول وادوس اوكي فبيرجعها لي تاني. فدي الحقيقه من الوظيفه المهمه جدا في استخدام الفلتر في التيبل باستخدام كنترول وشيفت وال. لو انا عايز الغيها بقى ايه، بدوس تاني كنترول شيفت ال اتلغت زي ما انتم شايفين، وراحت الاسهم الصغيره اللي كانت موجوده هنا. طيب كنترول شيفت او ده بيبتدي يوديني على الكومنتس. كنترول شيفت او الكومنتس، لو انا في عامل بعض الملاحظات في الاكسل شيت وعايز انقل ليها، والاكسل شيت بتاعي كبير جدا وضخم، فهيبقى صعب ان انا اشوفها ايه عن طريق النظر او عن طريق ان انا ابحث كده يدويا. فلو انا دوست على كنترول شيفت او هيبتدي ينقلني لجميع الخلايا اللي فيها كومنت. زي ما انتم شايفين نقلني الخليه اللي هي سي 27، وما باجي اعمل هوفر عليها بيبتدي يوريني ايه الكومنتس. نقلني الخليه برضو اللي هي اف 26، ولما جيت عندها بعملها هوفر ابتدى يوريني ايه هي الكومنت اللي موجوده عندها.
يبقى كنترول شيفت او بيوديني للكومنت اللي انا محتاج اعدل فيها او اضيف عليها. كنترول شيفت بي بيعمل نفس الفانكشن اللي هي الخاصه بكنترول شيفت اف. زي ما انتم شايفين برضو ابتدى يوديني على السيل فورمات عشان اتحكم فيها، اتحكم في الفونت، الستايل، السايز، الالاينمنت، النمبر، البوردر وخلافه. الحقيقة دي اللي هي نهاية السلسلة الخاصة باستخدام المفاتيح المختصرة لأداء الوظائف بسرعة في إكسل. أتمنى تكون الموضوع بسيط وتكون المعلومة وصلتكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.